قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إن مشروع نيوم يمتلك جميع الإمكانات لنجاح منطقة شمسية ورياح وبترول وغاز. وأضاف بن سلمان أن المشروع مليء بالفرص وهو ليس مكانا للمستثمر التقليدي بل للحالمين. يأتي مشروع نيوم في إطار التطلعات الطموحة لرؤية 2030 بتحول المملكة إلى نموذج عالمي رائد في مختلف جوانب الحياة.